السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الأنشطة ديال التقويم التشخيصي والدعم الوقائي الخاصة بكتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. إذا غادي نبدأ معكم من الصفحة السادسة من هذا الكتاب المدرسي، وبالضبط الحصة الأولى أنشطة التقويم التشخيصي. وغادي نبداو بمجال علوم الحياة. السؤال الأول: أضع علامة في خانة الصور التي تمثل أوساطا ملوثة تضر بالجهاز التنفسي. إذا غنبحثو على ماذا؟ غنبحثو على الأوساط اللي كتلوث واللي كتضر الجهاز التنفسي، جهازنا التنفسي، ما هي الأوساط التي تضره. إذا أولا عندنا مطرح النفايات، نعم هو وسط ملوث يضر بالجهاز التنفسي، نعم. دخان مصنع، نعم نفس الشيء، إذا ديك الدخان هو اللي كيسبب في تدمير الجهاز التنفسي. الغابة، لا، إذا الغابة فيها هواء، فيها أكسجين، وبالتالي لا يدمر الجهاز التنفسي. دخان عادمات السيارات، إذا الدخان ديال الطنوبيلات هو كيضر بالجهاز التنفسي، نعم. السؤال الثاني ومتعلق ب كورونا كوفيد 19. إذا ظهر مرض كورونا المستجد في البداية في الصين، ثم سرعان ما انتشر في أغلب دول العالم. إنها جائحة فيروس كوفيد 19. ما أهم أعراض مرض كوفيد 19؟ إذا شنو هما الأعراض ديال كورونا كوفيد 19؟ نذكر مثلا ارتفاع درجة الحرارة، مثلا سيلان الأنف، مثلا السعال الحاد، مثلا العياء الشديد، إذا إلى غير ذلك. المجموعة من الأعراض التي تظهر بأنه هذا المريض هو مريض بكوفيد 19. ما طرق الوقاية منه؟ إذا كيف أقي نفسي من الإصابة بجائحة كورونا كوفيد 19؟ إذا أولا بارتداء الكمامة، ارتداء الكمامة، نعم. ماذا أيضا؟ التباعد، نعم التباعد الاجتماعي، غسل اليدين بالماء والصابون، نعم. إذا مجموعة من الطرق الأخرى يمكن استعمالها للوقاية من هذا المرض الفتاك. نمر السؤال الثالث دائما في هذه الصفحة الستة، نعم. السؤال الثالث يقول: أصل بخط كل مجموعة أغذية بالمكونات التي توفرها بامتياز. إذا عندنا بعض الأغذية وعندنا ما توفره هذه الأغذية. إذا عندنا حبوب وعجائن وسكر، زيوت ودهون، لحوم وأسماك وبيض وألبان، فواكه وخضر. إذا نبدأ أولا بحبوب وعجائن وسكر. إش كتعطينا؟ إذا كتعطينا السكريات التي توفر الطاقة، نعم. زيوت ودهون كتعطينا كذلك دهنيات توفر الطاقة. إذا عندنا دهنيات توفر الطاقة، يعني دهنيات توفر الطاقة. لحوم وأسماك وبيض وألبان، هذه بروتيدات توفر الطاقة. فواكه وخضر هي فيتامينات لا توفر الطاقة، صافي؟ نعم. ندوزو السؤال الرابع: ألاحظ أسنان جمجمتي القط والنمر، ياك؟ عندي هنايا الجمجمة ديال القط وهنا الجمجمة ديال النمر. لاحظوا أن الجمجمة ديال القط كتكون من قواطع أنياب وأضراس، ونفس الشيء بالنسبة لجمجمة النمر. السؤال اللي عندنا هنا: ما هي الخاصيات المشتركة بين أسنان القط والنمر؟ أولا غادي نذكروا بأنه هنا عندنا خاصيات مشتركة، حيث أنه كنشوفوا هنا كاين القواطع في كل من الجمجمتين، جمجمة القط وجمجمة النمر. نفس الشيء بالنسبة للأنياب والأضراس، إذا لهما نظام نفس نظام الأسنان، إذا لهما نظام أسنان مشترك، أو لا متناسب، مفهوم؟ المتناسب، إذا قواطع وأنياب وأضراس مشتركة، صافي؟ لهم أو لهما نفس نظام الأسنان، صافي؟ نعم. السؤال الخامس، ندوزو السؤال الخامس وهو الأخير في الصفحة السادسة: أجاب تلميذ عن تساؤل مطروح ب
بما يلي: يتميز الكائن الحي عن الجسم الغير الحي بكونه يتغذى ويتنفس وينمو ويتوالد. بغينا نعرفوا شنو هو السؤال اللي كان باش جاوب هاد التلميذ بهذا الجواب. اضع علامه فيه في خانه التساؤل الملائم. التساؤل الاول: الف، ما خاصيات الجسم غير الحي؟ ب، كيف اميز بين الكائن الحي والجسم غير الحي؟ جيم، ما الخاصيات المشتركه للكائنات الحيه؟ اذا هذا الجواب غادي يكون ديال السؤال ب، كيف اميز بين الكائن الحي والجسم غير الحي؟ والجواب غادي يكون: يتميز الكائن الحي عن الجسم الغير الحي بكونه يتغذى ويتنفس وينمو ويتوالد. دوزو للسؤال السادس، وهذا المره في الصفحه السابعه. الصفحه السابعه، السؤال السادس في الصفحة 7: أربطوا كل صورة بالبطاقة المناسبة لأتعرف مراحل تكاثر نبات الفول. إذن هنا عندي تكاثر ديال نبات الفول، مزيان. كل مرحلة غادي نربطوها بالمرحلة ديالها. عندنا نبتة صغيرة، زهرة، بذور يابسة، بذور منبتة، نبتة مثمرة، وثمرة، وبذور. نبداو بهاد الصورة هذه اللي كتبين لنا بحال الزهور. اذا هنا عندنا زهره، صافي. الصوره المواليه عندنا نبته صغيره، نعم. هنا الصوره المواليه عندي هنايا بذره منبته، نعم. هنا بذور يابسه، نبته مثمره هي هذه، ها هي. وهنا ثمره وبذور، صافي، مزيان. ندوزو للمجال ديال العلوم الفيزيائيه. تابعوا معايا دائما. العلوم الفيزيائية سابعا: أضع علامة في أمام تغير الحالة الفيزيائية الذي يتطلب حرارة. فينا هو التغير الفيزيائي اللي كيتطلب الحرارة؟ بطبيعة الحال عندنا الانصهار، نعم. الانصهار هو اللي كيحتاج حرارة باش كتنصهر. الجسم الصلب كينصهر وكيولي جسم سائل، نعم. التجمد لا يحتاج حرارة، والتكاثف كذلك. ثامنا: أضع علامة في أمام أسرع طريقة لإذابة جسم قابل للذوبان في الماء. واش يمكن لي نسرع الذوبان ديال واحد الجسم في الماء بوضع المذاب في ماء ساخن، ولا باستعمال المذاب على شكل حبيبات ووضعه في ماء بارد، ولا باستعمال المذاب على شكل حبيبات ووضعه في ماء ساخن، ولا باستعمال المذاب على شكل حبيبات ووضعه في ماء ساخن مع التحريك؟ من طبيعة الحال الاختيار الرابع هو الاختيار الصحيح، لانه اذا استعملنا المذاب بحبيبات وزدنا حطيناه في ماء ساخن وحركنا غادي يذوب بسرعه مقارنه مع الاوضاع الاخرى. تاسعا عندنا: ألون المغانيط باللون المناسب. نلاحظوا هنا عندنا مغناطيس. هذا المغناطيس عندنا جوج ديال المغناطيسات، عندنا مغناطيس هنا ملون وهنايا ما ملونش، خصنا نلونوه باش نعرفوا العلاقه. اذا هنايا عندنا هاد الاسهم كيبينوا لنا بانه عندنا علاقه تنافر ما بين المغناطيسين. اذا كان هناك علاقه تنافر، غادي نبين لكم شنو الالوان اللي خصهم يكون. اذا اولا في اي مغناطيس عندنا قطب شمالي وقطب جنوبي، وباش يحدث لنا تجاذب، باش يحدث لنا التجاذب خصنا القطب الشمالي يمشي عند الجنوبي، ماشي الشمالي يمشي عند الشمالي والجنوبي كيمشي عند الجنوبي، الا إذا داكشي معكوس. وإذا حدث لنا التنافر، يعني بحال الشمالي مشى عند الشمالي والجنوبي مشى عند الجنوبي، يعني حدث لنا التنافر، صافي. إذا عندي اللون هذا أحمر، إذا وبالتالي هنا عندنا تنافر، يعني هنا غادي يكون أحمر هكذا بالطريقة هذه، وهنا أزرق، صافي. ثم ديروها بالألوان الخشبية، صافي. هنا عندنا تجاذب، لاحظ تجاذب هنايا، بالتالي هنا غادي يكون لون مغاير. اذا الازرق هنايا وهنا الاحمر، صافي. هنا عندنا التنافر، يعني وبالتالي هنا غادي يكون عندنا الازرق وهنا الاحمر، صافي. ندوزو للسؤال العاشر. دائما السؤال العاشر. سؤال العاشر: املأ الفراغات بكتابه الكلمات التاليه: مغناطيسيه، عضليه، ريحيه، مائيه. اذا يسبح الطفل، شنو كيدير؟ القوة ماذا؟ قوة العضلات، قوة عضلية، أو القوة العضلية، العضلية، القوة العضلية، نعم. عندنا يجذب المغناطيس الحديد، المغناطيس كيجذب لنا الحديد، وبالتالي هنا عندنا القوة المغناطيسية، المغناطيسية،
تطفو الباخرة بفعل الماء، إذن القوة، القوة المائية، نعم القوة المائية. وأخيرا عندنا تحرك الرياح الشراع، وهي القوة الريحية. ندوزو الآن المجال الأخير وهو علوم الأرض والفضاء. أرتب الكواكب التالية بوضع الأرقام 1 2 3 4 في الخانات المناسبة حسب قربها من الشمس. إذا غرتبوا هذه الكواكب هذو، هنا عندنا الأرض، هنا عندنا عطارد، الزهرة، والمريخ، رتبوهم حسب قربهم للشمس، شكون اللي قريب من القريب حتى البعيد. إذا أقرب كوكب إلى الشمس وهو عطارد، واحد. ثانيا عندنا الزهرة، ثالثا كوكب الأرض، وأخيرا كوكب المريخ وهو الأبعد عن الشمس. إذا أقرب كوكب هو عطارد، من بعد الزهرة عفوا، من بعد الأرض، ثم المريخ، وأخيرا. إذا بهذا غادي نكون كملت هذه الأنشطة ديال التقويم التشخيصي اللي كيخصوا الحصة الأولى، أنشطة التقويم التشخيصي، صفحات 6 و7 من الكتاب المدرسي منهل النشاط العلمي مستوى الخامس ابتدائي. في الفيديو القادم إن شاء الله غادي ندير معكم هذه الحصة الثانية، أنشطة الدعم الوقائي اللي كيخصوا الصفحة 8. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.